وليس بعيدا عن الشراكة في حماية البيئة والصحة العامة، تسبب التمر الصحي القريب من الأحياء السكنية في قضاء الكوت وسط محافظة واسط بانتشار مرض الطفح الجلدي وعدد من الأمراض الانتقالية، بالإضافة إلى الروائح الكريهة المنبعثة منه، الأمر الذي دفع بعدد من الناشطين والمثقفين مطالبة الحكومة إنشاء معمل لتدوير النفايات لتخليص السكان من أضرارها والاستفادة منها كطاقة في عدد من القطاعات الحيوية. حقيقة التمر الصحي في محافظة واسط مكان غير صحيح وقريب من المنازل، وهذه يسكم الأنوف ويسبب مشاكل كبيرة، ومنها المشاكل الطفح الجلدي وبالإضافة إلى الربو وهاي الأمور الصحية اللي سببت مشاكل كبيرة لأبناء المحافظة اللي ساكنين بالقرب من التمر الصحي. لكن اليوم نتفاجأ أنه الحكومة كمحلية وحكومة مركزية اليوم عاجزة عن وضع معمل لتدوير النفايات في محافظة واسط، وهذا المعمل هو راح يكون ذو فائدة كبيرة للمحافظة، بالإضافة أنه هذه المعامل لو وجدت في المحافظة لما وجدت النفايات في المحافظة. فاليوم أنه واسط رغم الإعمار ورغم المشاريع التي وضعت بها، لكن اليوم كثير من النفايات هي موجودة بالشوارع، بالإضافة أنه اليوم التمر الصحي هو قريب من المنازل والمواطنين، واليوم راح يسبب لنا مشاكل كبيرة. أعتقد محافظة واسط من المحافظات اللي يعني تحتاج إلى معمل لتدوير النفايات، واعتماد التمر الصحي خارج الحدود البلدية اللي أصبح حاليا يعني داخل الحدود البلدية لمحافظة واسط وخاصة مركز مدينة الكوت، وهذا جاء يعني الاستهلاك اللي حدث من بعدين 2003 أصبح استهلاك المواطن أطنان من النفايات. فهذه النفايات ممكن استغلالها بالاستغلال الأمثل من خلال معمل لتدوير النفايات والاستفادة منه، أولا تشغيل المعامل وتشغيل كثير من الأيادي العاملة المتوفرة داخل مدينة الكوت. هاي من مقتضيات البناء الحديث لأي معمل لتدوير النفايات. الموضوع يفترض أن يكون هنالك مواقع لتدوير النفايات لغرض التخلص من هذه الظاهرة بصورة نهائية، لكن تم طرح هذا الموضوع أكثر من مرة على الاستثمار وغير الاستثمار كحكومات محلية تتبنى، لكن توجد هنالك مشاكل، والمشكلة الأساسية بالنسبة للمستثمر هي قلة كمية النفايات، لأنه مقدرة كمية النفايات للفرد واحد بواحد كيلو إلى 1.3 على الكثافة السكانية اللي موجودة في مركز المدينة، على اعتبار أنه أكبر قضاء أو أكبر كثافة سكانية بحدود 400,000 نسمة، يكون إنتاجها بحدود 450 إلى 500 طن باليوم، وتعتبر هذه الكمية غير كافية أو غير كافية ومرغوب بها من قبل المستثمر، لأنه تعتبر من ناحية اقتصادية غير مجدية. فبالتالي يجب أن تكون هنالك معامل لتدوير النفايات تتبناها وزارة الإسكان والبلديات لغرض التخلص من هذه الظاهرة السلبية، وبالتالي تكون هنالك عملية إدارة متكاملة للنفايات الخطرة والتخلص من الضرر الحاصل، سواء كان في عملية حرق تلك النفايات أو تناثرها على الطرق وحافات المواقع المخصصة بالتمر الصحي.